مرحبا بالمواصلين وياكم. راح ننتقل الى موضوع اخر عن كتاب جديد يوثق تاريخ تاسيس النفط في العراق واهم المواقع النفطيه لكاتب ميساني، حيث شهد هذا الكتاب نبذه عن العملات والطوابع التي كانت متداوله انذاك. نعم، هذا الاصدار ربما هو الاول من نوعه، حيث يجمع اهم العملات التي تم تداولها في التعاملات السابقه في العراق. تفاصيل اكثر مع عبد الحسين بريسا. أصدر المؤلف المهندس نوار أكرم كتاب النفط في الطوابع والنقود العراقية، وذلك عن دار عدنان في بغداد بواقع 118 صفحة من القطع المتوسط، وهو الكتاب الأول من نوعه الذي يتناول هذه الموضوع. يتناول كل الطوابع البريدية والطوابع المالية وإصدارات العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي الورقية والمعدنية اللي صدرت في موضوع النفط خلال المئة سنة المصرمة من عمر الدولة العراقية الحديثة. الكتاب هو بحث توثيقي لإصدارات الطوابع والنقود العراقية المرتبطة بالنفط والمواضيع النفطية، بحيث يسلط الضوء على أهم الأحداث في المسيرة التاريخية للنفط العراقي في ذات الوقت الذي يبرز الجوانب المعرفية والجمالية لهواية جمع الطوابع والعملات القديمة. في عام 74 صدرت مجموعة من مسكوكات نقدية معدنية فئة 250 فلس و500 فلس و1 دينار، طبعا هاي تذكارية كانت، يعني تحمل صور تذكارية بمناسبة التأميم، ذكرى الأولى التأميم هي صارت 73 بس صدر تداولها الحقيقي في عام 74. هاي تعتبر المجموعة يعني المسكوكات الوحيدة اللي نزلت التداول اللي تحمل يعني صورة للنفط. فئة الدينار واحد يعني صورة ناقلة نفط، والناقلة كركوك طبعا هاي واحدة من الناقلات المهمة بتأسيس أول يعني أسطول عراقي للناقلات. فئة ال 250 فلس تحمل صورة شعلة نفطية وبرج نفطي، وفئة ال 500 فلس نصف دينار تحمل عازلة من حقل الرمويلة. اشتمل الكتاب على قسمين وثلاث ملاحق. تناول القسم الأول الطوابع العراقية المتعلقة بالنفط، بينما اختص القسم الثاني على إصدارات النقود الورقية والمعدنية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي حملت إشارة إلى النفط ومواضعه. أيضا الكتاب وثق لمسكوكات نقدية لم تصدر للتداول. أكو مسكوكتين هم في نفس السنة في عام 74، مسكوكة نصف دينار 500 فلس فضية ومسكوكة ذهبية فئة الدينار الواحد. طبعا هذا الكتاب لأول مرة مؤلف يوثق أو كتالوج يوثق هذا الإصدار، لأن ما موجود يعني بالكتالوجات اللي تناولت العملة المعدنية العراقية ما موجود هذا الإصدار. السبب أنه هو فعلا صدر أمر بسكها وصدر قانون بس ما نزلت تداول، يعني حاليا موجودة قطع قليلة جدا من الفئة ال 500 فلس عند بعض الهواة بالعراق، يعني عدد قليل جدا وحتى صورها ما متاحة. هذا الكتاب الحمد لله قدرنا نحصل على بعض الصور من بعض الأخوة الهواة وذكرنا اسمهم بالكتاب ونزلنا صورته أيضا بالكتاب، فهذا يعتبر أول توثيق لهذه المسكوكة الفضية. أما الذهبية فمفقودة تقريبا ما موجودة. عبد الحسين بريسم لبرنامج صباح الخير يا عراق، ميسان.